عملك. طابت صباحاتكم بكل الخير مشاهدينا الكرام، وما زلنا معكم في برنامج قهوة الصباح. محطاتنا أيضا ما زالت مستمرة، وهذه المرة مثل ما أسلفنا الذكر في الابتداء، الحديث سيكون حول زاجل فعالية الأسبوع الإعلامي بجامعة العلوم التطبيقية. تفاصيل جدا شائقة حول هذه الفعالية سنتقترب منها ونتعرف عليها بوجود أختنا حور بنت علي الحضرمية، طالبة بجامعة العلوم التطبيقية وأيضا من فريق التنظيم لهذه الفعالية. مرحبا بك سهلة يا حور، وإحنا جدا سعداء بوجودك اليوم معنا في قهوة الصباح. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكم، ونحن سعيدين لإتاحة الفرصة لنا للحديث عن هذه الفعالية. يا أهلا وسهلا حور. إذن خبرينا حور، حابين نتعرف أكثر، كيف جاءتكم فكرة تنظيم فعالية أسبوع إعلامي تحت عنوان زاجل؟ لاحظ فريقنا اللي هو فريق أو جماعة التواصل الإعلامية وجود فجوة، الطلاب حابين يتعرفوا عن المجال الإعلامي أكثر، حابين يستكشفوا ويعيشوا التجربة. ممتاز. بس ما في المكان اللي يوفر لهم هذه التجارب وهذه المعارف، فقررنا ننشئ هذه الفعالية اللي تحتوي المعارف والتجارب في مكان واحد. ممتاز. لماذا اخترتم زاجل ليكون عنوانا لهذه الفعالية أساساً؟ مثل ما نعرف الحمام الزاجل هو اللي يوصل الرسالة، ونحن نريد نوصل رسالة إعلامية جميلة للطلاب وللمجتمع أيضا. يا سلام. ممتاز. اختيار يعني موفق لاسم الفعالية. طيب يا حور، حابين نتعرف على الأهداف اللي حابين أنكم تحققوها، مثل ما ذكرت إنه في فجوة أو إنه في يعني تلهف من قبل الطلبة ليتعرفوا على تخصص الإعلام بشكل أكبر، فإيش أهدافكم الثانية اللي حطيتوها؟ الهدف الأول والأكبر أكيد هو تبسيط مفهوم الإعلام للشباب وللطلاب بشكل خاص. ممتاز. والهدف الثاني هو إبراز مواهب الطلاب اللي معانا سواء في جماعة التواصل الإعلامية أو في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية أو الطلاب الجامعيين ككل. ممتاز. طيب الحور، الحين نتكلم عن تفاصيل هذه الفعالية، إيش أبرز المناشط، إيش أبرز البرامج اللي مصاحبة ومرافقة لها؟ الفعالية بدأت في البداية من الأسبوع الماضي. تضمنت ورش تدريبية في مختلف مجالات الإعلام، تقريباً 6 ورش تدريبية. ممتاز. هذا هو الأسبوع الثاني للفعالية، ويتضمن معرض إعلامي، وإن شاء الله الختام سيكون في الأسبوع القادم. ممتاز. وعلى طار الختام، فإيش الحدث الأبرز اللي راح يكون يوم الختام؟ إن شاء الله بيحتوي على حوارات ثقافية أو جلسات حوارية مع صناع المحتوى الإعلاميين، ويحتوي على برامج ترفيهية وتكريم للمشاركين في هذه الفعالية. يا سلام. كيف لامستم الأصداء من قبل زملائكم وزميلاتكم سواء في الجامعة أو حتى المهتمين بهذا المجال وبمثل هكذا فعاليات إعلامية؟ كيف تابعتم فعلا الأصداء بشكل عام؟ كان صدى وحضور جميل جدا. أبسط مثال، في الورش التدريبية بعض الورش وصل عدد المشاركين فوق 200 طالب سواء من داخل الكلية أو خارج الكلية. بالنسبة للمعرض في اليوم الأول حضر تقريباً ما يقارب 4000 شخص إلى المعرض في اليوم الأول فقط، فكان صدى جميل وقبول رائع من المجتمع ومن الطلاب بشكل خاص. جميل جداً، يعني كل التوفيق إن شاء الله نرجو لكم، وإن شاء الله على قادم الوقت يكون حضور أكبر من الطلبة، وهذا إن دل على شيء يدل على نجاحكم وأيضاً تنوع المناشط وأيضاً الأنشطة اللي تقدموها في هذه الفعالية. حور، حابين نتعرف على إيش أضافت لك يعني أنت مشاركة في التنظيم في هذا في هذه الفعالية، فإيش أضاف لك على الصعيد الشخصي أنك تكوني طالبة وأيضا تشاركي في تنظيم مثل هذه الفعاليات؟ من غير الخبرات اللي اكتسبناها في الورش التدريبية أو في التنظيم، التعاون مع فريق يملك الخبرات. ممتاز. ويتعامل بمرونة مع المشاكل. ممتاز. مع الفعاليات التي نقوم بإقامتها، مع أي شيء يصير، هذا الشيء اكسبنا خبرة في التنظيم، أعطانا حس بالمسؤولية أكثر، حل سريع للمشكلات. فهذا كان مهارات من الجيد اكتسابها. ممتاز. طيب قبل شوي كنت تتكلمي عن المعرض صحيح؟ أكيد. فخاطر أعرف، وفينا من الفضول أيضا معرفة كل التفاصيل المرتبطة بهذا المعرض، من أركان، من أروقة، من أساليب ربما وطرق جدا جميلة وشيقة وماتعة في ذات الوقت تجذب الطالبة والطالبة للاستفادة من جملة الأركان الموجودة. أكيد. المعرض ينقسم إلى قسمين، القسم الإعلامي ويحوي بعض الأركان مثل ركن الرسائل الورقية، حيث نتيح الفرصة للطلاب لصناعة الرسائل الورقية. ممتاز. يحوي أيضا، جهزنا استوديو لنشرات الأخبار مثل نشرات الأخبار، يعيش الطالب تجربة لتقديم الأخبار. أيضا قمنا بدعوة بعض من الفرق الشبابية مثل مجلة 2000، فريق صناع اللي يشتغلوا في مجال الإعلام. ممتاز. عشان يقدموا أعمالهم للطلاب. ممتاز. وأيضا القسم الثاني اللي هو قسم الترفيهي،
قمنا بدعوة بعض المطاعم، أصحاب المشاريع المنزلية أتحنا لهم الفرصة عشان يقدموا مشاريعهم أمام الطلاب. ممتاز. فكان شيء جميل جدا. جميل. طيب حور، إيش التحديات اللي واجهتكم وأنتوا تحضروا وتجهزوا لهذه الفعالية؟ التحدي الأكبر أنه نحن طلاب، كيف نوفق بين دراستنا وبين التنظيم لهذه الفعالية والتجهيز لها من غير البحث عن الدعم أيضاً، سواء المادي أو اللوجستي. وأكيد الجامعة ما مقصرة من هذه الناحية، بس نحتاج أيضاً دعم أكبر للخروج بفعالية تليق باسم الجامعة وباسم الجماعة. نعم. طيب حور، إلى أي درجة من وجهة نظرك الشخصية تشوف أنه إحنا فعلاً في الجامعات، في الكليات، في مختلف المؤسسات الأكاديمية والتعليمية وحتى المدرسية في المدارس، إحنا بحاجة فعلاً إلى إقامة مثل هكذا فعاليات تعنى تحديداً بالمجال الإعلامي؟ أكيد، خصوصاً أنه الإعلام صار هو حياتنا باختصار، فنحتاج نتعرف على هذا المجال، نفهم فيه أكثر. والفعالية مثل ما قلت سابقاً هدفها تبسيط مفهوم الإعلام. ممتاز. طيب حور، تطلعوا على الفعاليات الأخرى اللي تقوم بها مثلاً جامعة السلطان قابوس أو أي الكليات الأخرى، تحبوا أنكم تحضروها، تأخذوا منهم أفكار، تتعرفوا أيضاً على كيفية تنظيمهم لمثل هذه الفعاليات؟ أكيد، ونتعلم منهم الكثير ونحضر الفعاليات في بقية الجامعات، وصراحة جهود تقدر كثيراً في إقامة هذه الفعاليات، لأنه في النهاية نحن طلاب، بس قدرتنا على خلق فعالية من الصفر بهذا الشكل يعني شيء يقدر صراحة. وما أكيد. أتكلم عن جامعتنا فقط، أيضا بقية الجامعات طبعا. أكيد. الفعاليات ما زالت مستمرة إلى الآن؟ اليوم آخر يوم للمعرض، اليوم آخر يوم، وننتظر حضوركم. حلو. أكيد. ممتاز. طيب اسم الفعالية زاجل، صحيح؟ أكيد. فأنا خاطر أعرف من خلالك، يعني ما أنك ذكرتي أنه اخترتم عنوان زاجل لإيصال رسالة أساساً، فما وجهة نظرك الشخصية أيضاً، هل تحس فعلاً أنكم وصلتوا الرسالة اللي حابين أنكم توصلوها منذ بداية وانطلاق هذه الفعالية؟ نظراً للأرقام، بما أنه نتكلم عن أرقام وإحصائيات، ممتاز. نشوف أنه وصلنا الرسالة، أيضاً نشوف القبول في وجوه الحاضرين وفرحتهم بالتجارب اللي يجربوها معانا، بالاستفادة اللي استفادوها، فنتمنى أنه الله يقدرنا أنه نوصل الرسالة أكثر وأكثر. ممتاز. التجارب، بما أنك ذكرت التجارب، كان يعني المجال متاح أساساً للطلبة والطالبات من غير أساساً القائمين والمشرفين على هذه الفعالية أنهم فعلاً يكونوا مثلاً يجربوا تجربة المشروع المذيع مثلاً على سبيل المثال. أيوة. أو أي مهنة أو وظيفة إعلامية أخرى. أكيد، ويمكن هذا الشيء يخلي بعض الأشخاص يكتشفوا المواهب الموجودة في داخلهم. حلو. يمكن هم ما يعرفوا أنه هم قادرين على التقديم أو عندهم أسلوب جميل في الحديث. صحيح. فهذا الشيء يخليهم يكتشفوا نفسهم أكثر. صحيح. جميل جدا يا حور، إيش الكلمة اللي حابة توجهها لزملائك وزميلاتك اللي نظموا معكم هذه الفعالية وأيضا كذلك للحضور؟ أول شيء الشكر مقدم للقائمين في قسم الأنشطة في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، أيضا اللي عملوا على هذه الفعالية، وهذا الشيء لا أقوله مجاملة وإنما من واقع معاش وواقع تجربة. الشباب العماني عنده القدرة وعنده المهارة وعنده الإمكانيات. صحيح. عشان يقوم بتنظيم أشياء كبيرة جدا ومبهرة ويخرج بنتائج جميلة، ولولا تعاون بقية الأعضاء في الفريق ما كنا بنخرج بهذا الصورة، فكل الشكر موجه لهم. وكل الشكر لكم أنتم على كل هذه العطاءات وعلى كل هذه الجهود المميزة حقيقة. حور بنت علي الحضرمية، طالبة بجامعة علوم تطبيقية ومشارك أيضا في تنظيم فعالية زاجل، فعالية الأسبوع الإعلامي بهذه الجامعة. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. شكرا. إذن مشاهدي الكرام، إلى فاصل قصير، بعده نصل بكم إلى مسك الختام، فخلوكم معنا.